الحمد لله من بعد من نضال ديال الناس المكتب المدير الجديد ديال نادي ملكي للتنس قدرنا نصحوا الوضع اللي كان في هذا النادي هذا في الشق ديال تداخل المصالح لا رياضيه مع الهدف الرياضي الاسمى واللي كان هو مرتبط بتمكين النادي من عقار جماعي للاستغلال بشكل مؤقت لفائده كره المضرب. تفاجأ المكتب المدير الجديد بأنه تتواجد شركة فوق هذا العقار هذا بعقد كراء تجاري والشيء الذي لا يستقيم لا من الناحية القانونية لأن القانون المنظم لكراء المحلات السكنية والتجارية كيمنع من عن كليا باش أنه يتنشئ أي عقد تجاري فوق عقار ديال الدولة وديال الجامعة. الحمد لله المحكمة الإدارية كانت منصفة لنادي ملكي للتنس من خلال الحكم تاع القاضي بطرد محترف بدون سند. الشركة بمجرد ما أنها تعلمت بالحكم القضائي إلا وبادرت بشكل طوعي من طريق الممثل القانوني تاعها اللي طلب باش أنه يوضع حد لهذاك الخلاف مع النادي ملكي للتنس وطلب باش أنه يفرغ هو من تلقاء نفسه ويسلم المفاتيح للرئيس اللي هو عنده الوصل النهائي كرئيس شرعي في اطار القانون ديال 30/09. اليوم نادي ملكي للتنس في رؤيه واضحه من اجل انزال مشروع تاعو الرياضي. هذا المشروع الرياضي اللي كيهدف بانها ترجع هذه الرياضه هذه القيمه تاعو الواسعه. ولا رديتو البال اليوم الاجواء كلها رائعه بحضور بطل عالمي السي هشام الارازي وبحضور محبي لهذا الرياضة هذه. نتمنى بأن يوصلوا هاد الناس هادو ديال هاد المكتب المديري العملية ديال وضع النادي في المسار تاعو القانوني عن طريق الحصول على شهادة الاعتماد وكذلك عن طريق تحيين وضعيات المنخرطين من أجل رجعوا الثقة ديال النادي مع الشركاء تاعو. وراه اليوم التنزيل ديال اتفاقية ديال التعاون ما بين الجهة والنادي ملكي للتنس من أجل تأهيل الملاعب راهي في طور الانجاز تحت الرعايه ديال السيد الوالي باعتباره كيدخل ضمن اللجنه المشتركه لتنفيذ هذا المشروع. هذا الشيء كيفرح ونتمنوا بانه تكون تضع حد لاي خلافات جانبيه اللي كانت كتعرقل هذا النادي هذا وكتمس بالحقوق ديال المنخرطين في انهم يستافدوا بشكل عادل من النادي ديالهم حضورا ومشاركه وكذلك من الجانب الرياضي. بخصوص سوء فهم الحكم الاستعجالي للمحكمه الاداريه، اول حاجه لانه الناس شافوا المنطق ما شافوش الاطراف. المحكمه الاداريه مختصه لباتي في اي دعوه، بالتالي بانه الدعوه كانت قدمت في مواجهه الشركه من طرف النادي ملكي للتنس بحضور الجامعه ديال اكادير باعتبار صاحبه العقار وهي التي سلمت لهذا المكتب المديري قرار العدول على داك سحب الترخيص اللي كان مسحوب من عنده من كان المكتب المديري السابق، وبالتالي اختصاص كان المحكمة الإدارية. ولهذا المحكمة الإدارية قضت بعد ما اطلعت على أنه تواجد ديال هذه الشركة تواجد غير شرعي غير قانوني، لأنه أول حاجة تم إبرام هذاك عقد الكراء من بعد ما تبلغ الرئيس السابق بالقرار ديال السحب ديال الرخصة ديال الاستغلال ديال هذا العقار هذا بثلاث أشهر، وبالتالي هذاك حد ذاته هذاك عقد الكراء ما عندوش بعدا اصلا ما عندوش سند القانون. الثاني هذا فقد الشرعيه ديالو لانه صادر من عند شخص اللي هو اصلا كيمثل واحد الجمعيه وما عندوش الحق يكري واحد العقار اللي تسحب منه ذاك العقار. الحاجه الثانيه هو انه نفس الرئيس هو نفس الرئيس هو شريك في الشركه الاخرى اللي اسس بمعنى تضارب المصالح المس بالحقوق ديال هذا النادي هذا اللي هي حقوق مكتسبة من الترخيص المؤقت لاستغلاله. ولكن كانت المحكمة الإدارية يعني متفهمة وقضت بالطرد محتر بدون سند، والدليل أن الشركة تنازلت على الطعم الاستئناف بمعنى قبلت هذاك الحكم وتنازلت طوعيا أنفذت طوعيا وطوي هذا الملف هذا بشكل نهائي. إذا دابا العلاقة كاينة من صاحبة العقار وما بين نادي ملكي للتنس في إطار المشروع الرياضي وفي إطار الإذن والرخصة ديال الاحتلال المؤقت، وهذا كيبين بأنه كل ما يقال خارج هاد المعطيات اللي هي معطيات صحيحة وقانونية كيكون هو سوء فهم من جهات أخرى. لغاية أن ننصحوا الفهم باش يكون المواطن والابن أكادير بأنه يكون فاهم بأنه النادي ملكي للتنس يتواجد في العقار
اللي هو متواجد منذ سنوات بناء على الترخيص ديال صاحبة العقار، اللي هي مستمرة في منح الترخيص للنادي، وهي مستمرة للتعاون مع هذا النادي هذا من أجل إرجاع القيمة والهيبة ديال هذا النوع الرياضي الأكادير والجهة والمحبين هذا النوع من الرياضات، وهي كرة المضرب اللي عندها خصوصية لا من حيث الممارسة ولا من حيث الفرجة والمتعة.